الصراحة أجواء اليوم لندنية. إي والله إنك صادق، تصدق وش يبيلها؟ وش؟ كشتة. أوف تستهبل أنت. بس يا أخي المشكلة ما في سيارة تودينا، وغير كذا برضه تراها قروش شوي، يعني تفرش وتشب وش فيها شوي غثاء. راكان ليش ما أنت بجالس تشرب معنا؟ تبي شيء ثاني أطلب لك؟ خليني أجيب لك شيء تاكله عشاني. الله يصبر. قلت لي عشان مين؟ عشانك؟ من انت اصلا؟ واحد داخل حياتنا بالغصب وجايني تقول لي عشاني؟ طيب راكان انا ما سويت شيء عشان اسمع هالكلام السم منك. يا اخوي ما في احد عنده كرامه يسمع الكلام اللي قاعد اقوله ويقعد جالس. يا اخوي حافظ على ما وجهك شوي وفارق. وليد انا اسف، اعتذر لك نيابه عنه. انا اسف يا ما سمعت هذه يا نواف. يا اخي متى بيقعد كذا ما يحترمني؟ طيب ممكن ما تقبلك، ترى عادي عادي تصير. عمره ما تقبلني ولا بيه يتقبلني اصلا، لكن على الاقل يحترمني شوي بس شوي. نواف انت تدري اني لو فلت لساني ما راح يسلم مني، لكني ترى انا ماسك نفسي عشانك، لاني اعزك واعز من يعزك، بس الصبر له حدود. من طيب اصلك والله، من طيب اصلك يا وليد، لكن كذا ما يرضيني، اثنينكم زعلانين واثنينكم غاليين على قلبي، لازم اراضيكم. الحل بسيط، ما بيشوفت وجهه مره ثانيه، اذا انت تعزني فعلا لا بي هو يشوفني ولا انا اشوفه، عشان ما يغلط علي ولا انا اغلط عليه. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.